الشيء يعني في البيت وفي المدرسة زي اللي هنا، وكمان حسيت هي نفسي أني جوا في اللعبة. لعبة وبدأت الدراسة هي لعبة جديدة بتعلم الأطفال وبتهيئهم للمدرسة وبتذكرهم مسؤولياتهم للعام الدراسي الجديد. اللعبة هذه تجمع بين التسلية وبين الرسائل اللي حابين نوصلها للطفل، يعني يستيقظ باكرا، يرتب سريره والأشياء هذه. بعدين في المدرسة نفسها كيف يتعامل مع زملائه.